من اكتسبت الشفاعة التامة وأنا كل شيء ما عندي الله وكيلك، كل شيء ما عندي علاج خلصتها طرام من العالم. طبعا تدور لك لا طيب رحت قدم البنك الشركة مصدرة قدمت لهم تقارير الطبية الأسماء قدمت التقارير الطبية على أنه أنت مصاب ونسبة الإصابة ما أي خدماتي كان داود سالم الرجل وافق لي وقال ترجع معزز مكرم ارفع اسم الوزارة قال بس توافق الوزارة طيب وصلت يوم فراس الصدر بالوزارة بالوزارة الله أقول الله لا يعطيه شوف ابو محمد يعني ابو محمد انا اطلب من حضرتك من دون ذكر اسماء يعني نطرح القضيه مع الاحتفاظ على الاسماء والمناصب الاخرى شوف ايش كتب لك والله خدمت اكثر من خدمته وتعبي اكثر من تعبهم لان ليش عارفين والله على الاناديب نقص دوام كيف لك الزهر حتى والبنك والحيايه طيب زين زين على الاناديب يعني خارج كلها كلها على كل الحال تعرف بعض الخطوط صح. وانا عبك شنو كتب لك تدري ايش كتب لي غير موافق بنفس الوقت هواي معينين يمكن غير موافق بالمباشره من جديد ترجع لشغلك لا ما وافق